درس تقدير النهايات ده أول درس في الوحدة الثامنة للصف الثالث الثانوي، تعليم عن بعد. طبعا احنا هندرس النهاردة قدر نهاية الدالة عند قيم محدودة، وقدر نهاية الدالة عند الما لا نهاية. يعني ايه نهايات؟ الفكرة من موضوع النهايات ان انت في عندك مثلا لما تجيب عندك في المسابقات الالعاب الاولمبية او في اي مسابقة، في حاجة عندك اسمها ارقام قياسية. الارقام القياسية دي متحسبش كده، لا الها معادلات والها طرق قياس عن طريق الدوال، زي الدالة الموجودة قصادنا هنا في مسابقة الالعاب الاولمبية للزانة. طبعا هنا هنشوف في الصورة ان عندنا في الصورة ديت هنلاحظ ان العداء بتاع الزانة بينط من فوق اللي هي البار بتاع الزانة دوت، بينط فيه. طب هو هل هيجيب اقصى ارتفاع ازاي؟ لازم بيحسبوها عن طريق سرعة الشخص ده والارتفاع وارتفاع الزانة والقوة اللي ارتفع بيها. فبالتالي هنا بيقدروا يحسبوا النهاية بحيث يحسبوا الرقم النهائي او الرقم القياسي. تمام، دي مقدمة يعني ايه النهاية او ايه فايدة النهاية. تمام، زي المعادلات هنا بدأ يحسب هنا مثلا قوة وضع الزانة، نط 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 وإيه طلع لفوق، فده الرقم إيه القياس اللي حسبه، حسبه عن طريق المعادلة الموجودة قصادنا. تقدير النهايات عند قيم محدودة، هنا طبعا النهايات ده أو بداية علم التفاضل والتكامل. يعني احنا لما بنيجي ندرس التفاضل والتكامل لسه هتدرسيه بعد كده أو هتدرسيه في الكلية، نبدأ بحاجة اسمها النهايات عشان نعرف الدالة دي عند نقطة معينة بتبقى نهايتها ايه، او لما تتقارب من نقطة معينة بيبقى الرقم النهائي بتاعها هيبقى ازاي. يعني مثلا هنا عندنا على المحور ده، شايف المحور ده، المحور دوت هنا في عندك نقطة، النقطة دي احنا عايزين نحسب نهاية الدالة عند المحور عند النقطة ديت اللي النقطة سي، شايف النقطة سي، بنطلع لها من محور اكس، بنشوف عايزين نشوف القيمة ال المقابلة ليها. يعني دي النقطة سي، عايزين نشوف القيمة المقابلة ليها على ايه؟ على ال. فدي مثلا دالة خطية، ماشي، هنا بنوجد هنا دالة ايجاد معادلة المماس المنحنى عند نقطة واقعة عليه. طبعا هنا ده مش منحنى، ده خط مستقيم. ايجاد مساحة المنطقة الواقعة بين التمثيل بين محور دالة والمحور اكس، المساحة اللي هي زي المتخططة دي بتبقى المفروض بتحسب النهاية بتاعت المساحة بتاعتها. تعد مفاهيم النهايات أساسية لحل هاتين المسألتين، هنا احنا ازاي نجيب معادلة المماس ونجيب المساحة اللي تحت المنحنى اللي بينها وبين محور اكس في المساحة دي في الجزء ده. هنا في درس التخطيط بكده، اذا اقتربت قيمة اف اكس من قيمة وحيدة ال، كلما اقتربت قيمة اكس من العدد من الناحيتين فان نهاية اف اكس تقترب اكس من سي هي ال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا كل ما قربنا من هنا وقربنا من هنا للسي ديت هيبقى في قيمة ال، دي اسمها النهاية. نهاية ايه؟ اكس التي تؤول الى سي، اكس التي تؤول الى سي، تقرأ كده ليميت او نهاية اكس لما تؤول لسي للدالة اف اكس تساوي ال، اللي ده القيمة بتاعت الدالة عند نقطة سي من هنا على محور واي او محور الصادات. هنشوف طبعا كل الاطار ده نظري، هنشوف ازاي نحل المسائل. دير النهاية نهاية تساوي قيمة الدالة. طيب عايزين نشوف نهاية الدالة سالب اكس زائد واحد لما الاكس تؤول الى 2 باستعمال التمثيل البياني، ثم نعزز اجابتنا باستعمال جدول. يعني احنا ممكن نحلل المساله دي بطريقتين، التحليل البياني والتعزيز عدديا. هنا قال لنا ايه؟ لما اكس تساوي 2. طب جينا رسمنا الداله كده، طلعت عندنا الداله بالشكل ده المرسوم قصادنا. طيب هنا شايف قيمه الاثنين اهي عند واحد ودي 2، يبقى ننزل هنا، هنا القيمه كام بقى؟ هنا هنعد 1 2 3 4 5، سالب 5 هنا النقطة الزرقاء اهي عند الاثنين، ننزل لغاية توصل ايه عند عند السالب 5. فان هنا يبين التمثيل البياني المجاور للمنحنى الدالة اللي هو هنا مش منحنى، هنا طبعا دالة خطية اوف اكس سالب اكس زائد واحد، انه كلما اقترب اكس من العدد 2، كلما يعني دلوقتي كل ما احنا مشينا كده عند العدد 2 فإن القيم المقابلة تقترب من العدد مين؟ السالب 5. يعني احنا مشينا دلوقتي كده، كل ما بنعوض هنا بنعوض مثلا بقيمة الواحد طلع عندنا قيمة، طب عوضنا بالاثنين طلع عندنا قيمة السالب 5. لذا فإنه يمكن تقدير أن سالب اكس زائد واحد عند 2 لما الاكس تؤول للاثنين بتساوي كام؟ سالب 5. طيب ازاي نعززها عدديا؟ هنكون جدول القيم، هنعوض مرة بواحد تسعة من عشرة، واحد تسعة وتسعين، واحد تسعة وتسعين، كل مرة هنلاقي القيم تقترب من سالب 5. طب
من فوق من الناحية التانية، الاكس اقترب من الاتنين من هي من اللي فوق الاتنين، يبقى اتنين واحد من الف، اتنين واحد من 100، اتنين واحد من 10. هنلاقي القيم برضو كلها بتقترب من مين؟ من السالب 5. يبين نمط القيم اف اكس انها كلما اقتربت اكس من العدد 2 من اليمين او اليسار، فان قيم اف اكس اقترب من العدد سالب 5. ده اللي احنا اكتشفناه بيانيا. يبقى بيانيا هنا عند الاكس تساوي 2 بتساوي ايه؟ النهاية بتساوي ايه؟ سالب 5. لما الدالة بتساوي سالب 2 يبقى النهاية بتساوي كام؟ سالب 5. وهنا تعزيز عددية هنعوض بعدة قيم اكبر واقل من الاثنين، هنشوف ان الايه هي بتتقرب لمين؟ للسالب 5 برضو. يبقى كده اجابتنا عندنا نهاية الدالة سالب اكس زائد 1 لما الاكس تؤول الى الاثنين بتساوي سالب 5. في حاجة لغاية دلوقتي مش مفهومة؟ طيب عايزين هنا نلحق بفهمنا. قدر كل نهاية مما يأتي باستعمال التمثيل البياني ثم عز إجابتك باستعمال جدول القيم. عايزين الدالة الأولى ليميت 1 ناقص 5 إكس لما الإكس تؤول لمين؟ للسالب 3. خلي بالك طالما الإكس هنا مفيش تربيع ومفيش هنا كسر ولا في أس ولا في أي حاجة، يبقى دي دالة خطية. لما يبقى الإكس هنا مفيش عليها أي أرقام، دي اسمها دالة إيه؟ خطية. يعني التمثيل البياني بتاعها بإيه؟ خط. ادي الخط اهو هنا ممثله لنا جاهز. طب قال لك ايه؟ لما الاكس تساوي كام او تقول للسالب 3. طب لما الاكس تقول للسالب 3 يبقى هنا، يبقى هنا هنطلع فوق هيطلع كام؟ 3 6 9 12، يبقى هنا كام؟ 15. يبقى ليميت الداله 1 ناقص 5 اكس لما الاكس تقول للسالب 3 بتساوي كام؟ 15. طب هنعز الاجابه بتاعتنا ايه؟ عدديا. بمعنى احنا هنعوض مره اكس مين بسالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 وسالب 5. يبقى هنا جربي وتشوفي هل هتتقارب القيم من من 15 ولا لا. طبعا انا الاجابه متروكه ليك انت تحاولي فيها في البيت وتثبتي ان الاجابه، انا بقول لك الاجابه هتطلع كام؟ 15. انا عايزك تثبتيها كده مع نفسك 15. هنا تقدير النهاية لا تساوي قيمة الدالة. هنا عايزين هنا الدالة دالة ايه؟ كسرية. دالة كسرية بس هنا. طب لما تمثل بخط مستقيم معناها كسر. لان احنا لو حللنا الاكس تربيع ناقص 9 هنلاقي زائد 3 واكس ناقص 3، الاكس ناقص 3 مع الاكس ناقص 3 تبقى هنا اكس زائد 3، يبقى دالة ايه؟ خطية. باستعمال التمثيل البياني ثم عزز اجابتك باستعمال جدول القيم. التحليل. طيب يبين التمثيل البياني المجاور لمنحنى الدالة انها كل ما اقتربت اكس من العدد 3، يبقى هنا الاكس بتقترب من العدد 3 اهو، هنا هيطلع قيمة كام؟ 6. هل هنا الاكس تنفع تساوي 3؟ طبعا هنا المفروض اكس ما تساويش 3. ليه؟ وليه هنا معموله هنا دايره مفتوحه ومش دايره مغلقه؟ لان لو الاكس تساوي 3 يبقى المقام هيساوي صفر. طب المقام يساوي صفر يعني ايه؟ يعني الداله دي قيمه غير معرفه، لان اي حاجه على الصفر، اي رقم على الصفر يساوي كام؟ كميه غير معلومه. فبالتالي هنا عند الاكس بتساوي 3 هنا القيمه ايه؟ مفتوحه. تمام. بس هنا احنا بندرس مين؟ بندرس الاكس تساوي 3، احنا بندرس التقارب. ندرس التقارب من مين؟ من الثلاثة. فاحنا لقينا لما تتقارب الدالة من الثلاثة هتساوي كام؟ 6. لذا فانه بامكاننا تقدير ان ليميت اكس لما تقول للثلاثة يبقى اكس تربيع ناقص 9 على اكس ناقص 3 تساوي 6. التعزيز عدديا برضه هنكون جدول ونجدول ونعوض بالقيم، هنلاقي في الاخر هنا طبعا مش هتساوي الستة، طبعا احنا هنا الستة مش بتسابق، بس هي تقول لمين؟ للستة. الدالة تقول لمين؟ للستة، لان احنا قلنا لو عوضنا بتلاتة هتطلع قيمة هنا ايه؟ كمية غير معلومة. يبقى هنا الدالة تقترب من مين؟ من لما الاكس تساوي تلاتة تقترب من الستة. واضحة المعلومة ديت؟ فهمت ليه هنا معمولة في الرسمة دايرة مفتوحة مش دايرة مغلقة؟ تمام كويس. يبقى لان احنا هنا ما ينفعش نحط الاكس بتساوي تلاتة هتبقى رقم صفر. تمام. يبقى يبين نمط قيم اوف اكس انه كلما اقتربت قيم اكس من العدد 3 فان قيم اوف اكس تقترب من العدد 6، وذلك يعزز تحليلنا البياني. قدر كل نهايه مما ياتي باستعمال التمثيل البياني ثم عزز اجابتك من خلال جدول قيم. طب هنا الداله بتاعتنا نلاحظ قبل ما ابدا نحل ليميت اكس لما تقول للسالب 2 اكس زائد 2 على اكس ناقص 4، هل ينفع نعوض باكس تقول للسالب 2 هنا في الاكس تربيع؟ ايوه. لا صح كده، ممتازه. طيب
هنا ليه مش هينفع نعوض؟ لسبب ان احنا لو قلنا اكس تربيع عوضنا عنها بسالب 2 يبقى سالب 2 تربيع يعني هتساوي 4، 4 ناقص 4 يبقى المقام هيساوي 0. يبقى نعرف ان احنا لو عوضنا بسالب 2 يبقى هتطلع عندنا هنا المقام يساوي 0، يبقى كمية غير معلومة. يبقى هنا لما نيجي عند الدالة هتقول للسالب 2 لكن مش هتساوي سالب 2 لسبب ان لو عوضنا بسالب 2 هيطلع مقام 0. طيب زي ما نلاحظ هنا الدالة دي دالة كسرية. طبعا ليه كسرية وازاي ليه مش ايه الفرق بينها وبين الدالة اللي فاتت؟ الدالة اللي فاتت لو نلاحظ كان البسط اكبر من المقام، كان هنا كان البسط تربيع لكن المقام كان ايه دالة من الدرجة الاولى، لكن هنا دالة من الدرجة الاولى فوق ودالة من الدرجة التانية تحت، هنا في اكس وهنا في اكس تربيع، بالتالي الدالة بيبقى رسمتها بالشكل ده. هنا هنلاحظ عند السالب 2 هيبقى ايه ده مفتوح. نبدأ نشوف هنا عند السالب 2 هيبقى قيمة الواي كام؟ هيطلع عندنا هنا صفر سالب، يبقى أقل تقريبا هيبقى عندنا حوالي 2 من 10. يبقى الدالة لما الليميت اكس تقول للسالب 2 بعد ما نرسم الدالة، طبعا احنا أخدنا قبل كده ازاي نرسم الدالة الكسرية، فأنا هنا لما الليميت اكس تقول للسالب 2 يبقى اكس زائد 2 على اكس تربيع ناقص 4، يبقى هنرسمها بالدالة دي. بعد كده لما نيجي نرسمها هنشوف عند السالب 2 هنا هتطلع الواي عندنا تقول الليميت بتاعنا 2 من 10. طيب نيجي نعوض هنعملها بتعزيز بياني. طب هل في طريقة تانية ممكن نحلها جبرية، أو ممكن نقول إن احنا هنحلل المقام؟ تحليل المقام هنا هيبقى عبارة عن اكس زائد 2 في اكس ناقص 2، الاكس زائد 2 هتروح مع الاكس زائد 2 زائد 2 اللي تحت، يبقى الاكس زائد 2 اللي فوق هتروح مع الاكس زائد 2 اللي تحت وهيبقى فوق، وهتبقى كده الداله 1 على اكس ناقص 2. فبالتالي لما نعوض عن سالب 2 يبقى سالب 2، وسالب 2 يبقى سالب 4، يبقى 1 على سالب 4 يبقى كام؟ يبقى هنا هتطلع مفروض السالب 2 الداله ديت الليميت بتاعها هيقول لكام؟ لهنا عند السالب ربع، سالب ربع او سالب 25 من 100. هنا مفهوم اساسي هنا عدم اعتماد النهاية على قيمة الدالة عند نقطة، يعني هنا مش في كل الدوال ان احنا الدالة دي مثلا هنا عند السي هي قيمة مغلقة صح كده، وهنا عند السي قيمة مفتوحة، هنا السي عند قيمة ايه مفتوحة، هنا ليميت لما الاكس تقول للسي في الاتش اوف اكس تساوي ال، يبقى هنا الاتش سي بتساوي ال، وهنا كذلك الحال هنا ايه جي في جي في اكس بتساوي ايه ال، يبقى هنا جي في جي اوف سي بتساوي ان، هنا غير معرفه. طب ايه اللي بيعرفنا ايه الفرق ما بين الداله دي والداله دي والداله ديت؟ ايه الفرق ما بين الثلاث دوال دي؟ هنا عند قيمه سي في قيمه موجوده اللي هي ال، فبالتالي اتش اوف سي بتساوي ال. طب هنا قيمه مفتوحه صح كده، طيب هنا القيمه ايه ال تمام، هنا جاب لك القيمه بتاعتها ايه، احنا عند السي اهي جاب القيمه المفتوحه اللي هنا، القيمه المفتوحه اللي هنا احنا زي ما شفنا في الداله الدالتين اللي فاتوا احنا حللنا، وبعد ما حللنا قدرنا نجيب النهايه بتاعت الداله. طبعا الكلام ده هناخده فيما بعد بالتفصيل. هنا في الداله الثالثه عندنا عند السي كميه غير معرفه، ليه؟ لو جينا جينا نحسب الدالة ديت الدالة بالطريقة ديت هنلاقي في عندنا هنا المقام بيساوي صفر، وما يمكن ما ينفعش نحللها، بالتالي مش هيطلع عندنا ايه قيمة. طب هل في شروط ممكن نجيب بيها نهاية الدالة؟ تعالوا نشوف. هنا لاحظ ان انا عندما نقدم النهاية باستعمال تمثيل بياني او جدول القيم فاننا نبحث عن قيمة اكس عندما تقترب اكس من سي من كلا الجهتين سواء من ناحية اليمين ناحية اليسار، كان الإجهاد وصف سلوك التمثيل بين عن يمين عدد أو يسار بمفردة النهاية من جهة واحدة. يبقى احنا عادلين هنا في شرط ان لازم تكون النهاية من اليمين بتساوي النهاية من اليسار، اذا اقتربت قيم اف اكس من قيمة واحدة ال واحد عند اقتراب اكس من سي من اليمين فان الليمت سي موجب اف اكس ال واحد تمام. يبقى احنا هنجيب النهاية من ناحية اليمين، يبقى نهاية اكس عندما تقترب اكس من سي من اليمين هي ال واحد. طب النهاية من اليسار نفس الطريقة بس بنجيب القيم من ناحية اليسار، لازم عشان يبقى في عندنا نهاية لازم يكون النهايتين من ناحيتين ال واحد وال اتنين يكونوا متساويتين. يمكننا بسرعة زي تعريفين إيجاز ما تعنيه مفردة النهاية من جهتين وما يعنيه كونها موجودة. مفهوم أساس النهاية عند نقطة تكون نهاية اف اكس موجودة عندما اكس تقترب من سي، إذا وإذا فقط إذا كانت النهايتين من اليمين واليسار موجودتين ويبقى كمان متساويتين. طب احنا لغايه دلوقتي ما فهمناش، هناخد دلوقتي مثال. يبقى الليمت سي من ناحيه الناحيه السالب او من ناحيه اليمين من ناحيه اليسار قصدي اف اكس بتساوي الليمت من ناحيه اليمين من ناحيه اليمين بتساوي ال، بالتالي الليمت
اكس اوف اكس لما تقول لي سي او تقترب من السي اوف اكس بتساوي ال، يبقى هنا النهايه ما تبقاش موجوده الا لو كانت النهايه من ناحيتين متساويتين وموجودتين. طيب هنشوف القيم دلوقتي، هنا عايزين تقدير النهايه من جهه واحده ومن جهتين. هنا قدر كل من النهايات الاتيه اذا كانت موجوده. اول حاجه النهايه عندنا من الناحيه السالبه، ليميت لما اكس تقترب من السي او تقول للسي السالب للقيمه المطلقه 2 اكس على اكس. نشوف من الناحيه السالب كده، هنلاحظ هنا لما تبقى بالصفر يبقى هنا الداله هتساوي كام؟ هتساوي طبعا مش هتساوي الاثنين، بس هتقترب من مين؟ من سالب 2. هتقترب من مين؟ هنا لما نيجي من الناحيه دي هتقترب من مين؟ من سالب 2. طيب من ناحيه الموجب هتقترب لما اكس تساوي صفر او تقترب من الصفر، يبقى هنا هتقترب من مين؟ من الاثنين. يبقى لما نعوض بالزيرو هنا هيبقى القيمة عندنا كام؟ سالب 2. لما نعوض بالزيرو من ناحية الموجب يبقى هنا القيمة كام؟ 2 موجب. يبقى هل دلوقتي من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار متساويتين؟ لا. فبالتالي الليمت لما اكس تقول لزيرو او تقترب من زيرو للقيمة المطلقة 2 اكس على اكس غير موجودة. تاني بنقولها هنا لما شفنا من ناحية السالب، هنا هنلاقي القيمة تقترب من مين؟ من السالب 2. تمام. من ناحية الموجب القيمة تقترب من مين؟ من الاثنين. طب السالب 2 لا تساوي الاثنين، بالتالي النهاية غير موجودة لما الاكس تقول لمين؟ للصفر. ناخد دالة تانية لما يقول جي اوف اكس هنا بتساوي 4 وهنا سالب 2، بحيث هنا اكس لا تساوي سالب 3 وهنا اكس تساوي سالب 3، تعتبر هنا دالتين. جي اوف اكس بتساوي 4 لكل القيم ما عدا سالب 3، وبتساوي سالب 2 للقيمه ايه؟ سالب 3. الداله جي اوف اكس من الناحيه السالبه والداله جي اوف اكس من ناحيه سالب 3 من ناحيه الموجب، ونشوف هل هي متساويتين ولا مش متساويتين، وهل في نهايه موجوده ولا لا. سالب 3 من ناحيه السالب هنا هتبقى القيمة كام؟ 4. طب من ناحية الموجب برضو 4. طب هنا القيمة هنا تاز عند السالب 3. هنا لما كل القيم هنا بنقول عند السالب 3 لما اكس تساوي سالب 3 بتساوي سالب 2، لكن احنا مالناش دعوة بدي. ليه؟ عايزين كل القيم تقول لمين؟ للسالب 3، تقترب من سالب 3 لكن بالشرط تساوي سالب 3، فبالتالي القيم كلها تساوي مين؟ الأربعة. مفهوم حتى هنا؟ لاحظ النقط الحمراء ديت معناها ان هي تقترب من مين؟ من السالب 3، يبقى القيمه هنا عندنا تساوي ايه؟ الاربعه. بما ان كلا النهايتين من اليسار ومن اليمين متساويتان، فان ليميت للاكس تقول السالب 3 موجوده وتساوي كام؟ 4. مفهومه النقطه ديت ولا مش مفهومه؟ تمام كويس. هنا قدر كل من النهايات الاتيه اذا كانت موجوده. هنا الليميت لما الاكس تقول لمين؟ للواحد اوف اكس، الاكس من ناحيه الموجب والاكس تقول للواحد من ناحيه السالب. هنشوف الداله موجوده ولا لا. هنا لما تكون الاكس اقل من الواحد تبقى الداله اكس سالب كعيب زائد 2، والاكس اكبر من او يساوي الواحد ب2 اكس زائد 1. يبقى هنا في دالتين من ناحيه اليمين ومن ناحيه اليسار. تعال نلاحظ هنا لما الاكس تساوي الواحد، ونشوف ناحيه اليمين وناحيه اليسار، هنا دي النقطه بتاعتها صح؟ هنشوف شكل الدالة من فوق وشكل الدالة من تحت، أو شكل الدالة من ناحية السالب وشكل الدالة من ناحية الموجب. هل شكل الدالتين شبه بعض ولا مختلفتين؟ هنا خلي بالك النقطة بتاعتنا أهي، هل الدالتين شبه بعض ولا لأ؟ لأ، يبقى هنا النهاية مش موجودة، إن شكل الدالتين مش موجودتين. طب هنا بقول لك الشهادات للدراسة، إذا كانت النهايتان من اليسار ومن اليمين غير متساويتان ولا يمكن التعبير عنهم باستعمال موجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه، فاننا نقول ان النهايه غير موجوده. طبعا هنا الداله هنا سالب ما لا نهايه، لو قلنا من سالب ما لا نهايه بس شكل الداله اساسا شكل الداله مختلف عن شكل الداله من ناحيه اليمين وشكل الداله من ناحيه اليسار، يبقى مختلفتين، فبنقول الداله هنا غير موجوده. نلاحظ هنا بالرسم هنا من ناحيه اليمين بص الداله طالعه ازاي، والداله من ناحيه اليمين من ناحيه اليسار طالعه ازاي، فبالتالي الدالتين غير هنا النهايه غير موجوده. طبعا بالتمثيل البياني برضه ممكن بالتمثيل العددي ممكن نحسبها ونلاقي برضه هنكتشف ان هي مش موجودة.